السلام عليكم، واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. فيديو ديال اليوم هو الحريره المغربيه على طريقتي، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. تبعوني حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والمقادير. بالنسبه للمكونات، هنا عندي مطيشه محكوكه، عندي حمص، عندي هنا العدس، عندي بصله محكوكه، عندي جوج معالق كبار ديال المعدنوس، جوج معالق كبار كذلك ديال الكرافس، عندي قطع ديال اللحم مقطعين طريفات صغار، وكذلك عندي سمن، سكينجبير، الابزار والكركم. هنا غادي ناخذ البصله، هنا انا البصله حكيتها، كنزيد على هذيك مطيشه، غنزيد على طريفات ديال اللحم كيبقى اختياريه، وكذلك الحمص. انا بطريقتي كندير كل شيء في مره صافي، وكنقليهم بعد كنسد عليه. كيف ما كتشوفوا هنا ضفت المكونات كامله، غادي نزيد عليهم قزبر معدنوس، كرافس. من الاحسن يكونوا طريين لك باش كيعطيونا مذاق زوين في ديك الحريره. هنا غنضيف التوابل اللي هما الملح، كتبقى على حسب الذوق، كنزيد معلقه كبيره ديال السمن، وهنا التوابل اللي فيهم سكينجبير، كركم، الابزار. من بعد غادي نزيد مطيشه ديال الحك، صافي، ونخليهم يتقلاو مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما تقلاو غادي نضيف الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه هذاك الحمص مع اللحم، صافي، وغادي نسد الكوكو ديالي. الافضل الماء يكون سخون، ما نديروش بارد، صافي، وغنغطي على الكوكو ديالي وغنسد عليها حتى لين غيطيب. من بعد كنزيد هنا شويه ديال الشعريه الرقيقه، كتبقى اختياريه كذلك. وهنا غادي نصوب باش غادي ندور ديك الحريره، كناخذ تقريبا هنا 4 معالق ديال الدقيق، وكنزيد عليهم الماء اللي غادي يكفى باش غادي نحصل على داك القوام اللي بغيت في الدقيق، هو اللي غادي ندور به الحريره ديالي. كيف كتشوفوا هنا كنطرب مزيان الخليط حتى كيتجانس هذوك المكونات الدقيق مع الماء، صافي. وكان بعد ما كتطبخ الحريره ديالي كيف ما كتشوفوا هنا غلات مزيان، صافي، غادي يكون حتى ديك الشعريه تقريبا طابت، ما كتاخذش الوقت. وغادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى غادي يعقد ليا تعقاد الحريره ديالي. هنا كيبقى لكم الاختيار، كل واحد وكيفاش كتعجبو، كاين اللي كيبغيها تكون جاريه شويه، كاين اللي كتبغيها عاقده. المهم اضافه الدقيق كتبقى على حسابكم نتوما، كيف ما شفتوا هذا هو القوام اللي كنحصل عليه، وهذا هو اللي كنبغي في الحريره ديالي، وهي الحريره وجدات. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وتعجبكم كذلك طريقتي في الحريره اللي ساهله وكتجي بنينه. ما تنسونيش من لايكات ومن التعليقات. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.